أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب الحياة. النهاردة نتكلم على نقطة مهمة وبيلمسها ممكن بعض الناس ونشوف نعالجها ازاي من خلال علوم التنمية البشرية. ربنا يدينا حكمة إن شاء الله ونقدر نجاوب على الفكرة نفسها اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة. موضوع بسمعه أحيانا، الاستغلال داخل الأسرة. إن الزوجة تقول أنا جوزي بيستغلني مش عارف أعمل إيه، أو الزوج يقول نفس الحكاية أنا زوجتي بتستغلني مش عارف أعمل إيه. تعالوا نشوف الموضوع ده. لفظ الاستغلال لا يصح ان احنا نقوله داخل الأسرة بتاتا، لان الاستغلال ده ممكن يكون داخل الشغل، صاحب الشغل بيستغل بيشتغل معاه، ممكن بين اتنين شركة واحد عايز يستفيد اكتر من التاني، في علاقات تانية ليست داخل الأسرة، لان الأسرة مبنية على وجود الرب يسوع في الأسرة ومبنية على المحبة، والمحبة ما فيهاش استغلال. الاستغلال معناها ان انا مش عايز ادي لان الشخص بيستغلني، بينما داخل الاسره المسيحيه انا عايز، ده انا نفسي ادي، ده انا عايز عشان ادي، انا عايز ادي اكتر واكتر واكتر على قد ما اقدر. فهنا الاستغلال داخل الاسره المسيحيه كلمه مش مظبوطه، انما نفكر فيها مع بعض ونشوف نقدر نعمل ايه. لازم نشوف الحب راح فين، نرجع الحب تاني داخل الاسره، واذا دخل الحب خرج الاستغلال، لان طالما في حب خلاص انا بدي وبدي 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 بفرح كبير جدا جدا. يقولوا ان الحب عموما هو ان الانسان ياخذ يعطي الكثير ويحس انه خليل، ويأخذ القليل ويحس أنه كثير جدا. فإذا اللفظ نفسه مش مظبوط داخل الأسرة، لأن الأسرة مبنية على العطاء مش مبنية على الأخذ. إذا وجد هذا اللفظ داخل الأسرة في خلال تصرفاتنا وفي خلال كلامنا مع بعض، نرجع للحب، نرجع الحب تاني داخل الأسرة. ولما يرجع الحب داخل الأسرة ونحس بوجود ربنا في حياتنا، ما تبقاش حياتنا مبنية على كده، مبنية على العطاء، كل واحد عايز يدي أكتر، كل واحد عايز يدي أكتر، واللذة كلها في إن إحنا نفرح الشخص التاني ونسعد الشخص التاني ونعمل كل حاجة عشان الشخص التاني. أما الاستغلال ده بيبقى في البيت، خارج البيت، بيبقى في الشغل، في الحياة العامة، في حاجات كتيرة، في، لكن عمره ما يبقى يكون داخل الأسرة. فالأسرة مبنية على الحب باستمرار. رجع الحب، عيش الحب، صح الحب من أول وجديد، حس بوجود ربنا داخل الأسرة، ساعتها تحس إن الحياة مبنية على العطاء باستمرار. أشكركم، نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.